مرحبا بكم معنا. اليوم ان شاء الله نتقاسم معكم واحد الايس كريم يجي رائع 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 جدا وكريمي في نفس الوقت. عندنا هنا نص كيلو ديال الفواكه اليابسة اللي هي بيكان والجوز. عندنا 200 غرام ديال اناناس فريز، كذلك 100 غرام حبة واحدة ديال المانغ، خوخة واحدة، وهنا 8 المندرينات و 100 غرام كذلك ديال حب الملوك. غادي ناخذ خلاط كهربائي و غادي نوضعو فيه فواكه يابسة و نطحنوها هي اللولة. وهنا بعد ما تيصبح عندنا على هاد القوام غادي نضيفو حب الملوك اللي زونا له العويدات و العظيمات ديالو و المندرين، و غادي نضيفو كذلك المانغ و الفريز. غادي نضيفو فواكه الأخرى على هذه اللي تحتنا. العسل حسب الذوق، وغادي نميكسيو الخليط كامل. وهنا بعد 9 ديال الساعات الايس كريم ديالنا باناشي بعد ما زيناه بحب الملوك وريضة ديال المونك، عطينا هاد اللمسة لونطوغاج كذلك، تناخدو داك الموس ديال الزبدة اولا فوكشات و تنزينو هاد لي كوتي هادو كيبانلكم. وهنا غادي نقسم معكم